أخبار اليوم. سؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية. وبنفس الطريقة بكتب المصطلح مش بكتب السؤال. نوع من المواد المولدة توجد على سطح خلايا الدم الحمراء في 85% من البشر، دي بيسموها مولدات عامل الريزس. 2. نسيج غني بالشعيرات الدموية يصل بين الجنين والمشيمة. النسيج الغني بالشعيرات الدموية اللي بيصل بين الجنين والمشيمة اسمه الحبل السري. 3. بروتين يدخل في تركيب الأنسجة الضامة، هذا البروتين يعرف باسم الكولاجين. منطقة تنشأ من تراكم خيوط الأكتين وينصفها خط داكن، بيطلق عليها اسمها منطقة مضيئة. حمض أميني لا يحتوي على مجموعة ألكايل، دي حمض اسمه الجلايسين. حلقات من دي ان ايه ملتفة حول مجموعة من البروتينات الهستونية، هذه الحلقات من الدي ان ايه يطلق عليها اسم نيوكلوسومات. يبقى احنا كتبنا كل مصطلح علمي امام الرقم بتاعه في ورقة الاجابة. الفقرة باء: علل لما يأتي. ثمرة التفاح من الثمار الكاذبة. ثمرة التفاح من الثمار الكاذبة. طيب ليه هي ثمرة كاذبة؟ وما الفرق بين الثمرة الكاذبة والثمرة الحقيقية؟ الثمرة الكاذبة هي الثمرة التي يتشحم فيها أي جزء آخر غير مبيضها بالغذاء وتصبح ثمرة. يبقى الجزء الذي امتلأ بالغذاء وتشحم بالغذاء هو التخت وليس المبيض، عشان كده اعتبرتها ثمرة كاذبة كما في حالة التفاح والكمثرى. السؤال الثاني في علل: تلعب أيونات الكالسيوم دورا في نقل السيال العصبي خلال التشابك العصبي العضلي، ما الدور الذي يلعبه أو تلعبه أيونات الكالسيوم؟ أيونات الكالسيوم موجودة في الفراغ من التشابك العصبي العضلي، فعند وصول السيال العصبي إلى هذا التشابك ماذا يحدث؟ تدخل أيونات الكالسيوم من مضخات الكالسيوم لتفجر حويصلات التشابك وتحرر أسيتيل الكولين من هذه الحويصلات، لينتقل هذا المركب أو أسيتيل كولين إلى الغشاء للليفة العضلية، وبذلك ينقل السيال العصبي إلى العضلة. والتغيرات التي تطرأ عليها كلنا عارفين إن هيتلاشى فيها فرق الجهد التأثيري، أدي واحد. نمرة 2، هيتحول من حالة الاستقطاب إلى لا استقطاب. نمرة 3، هتنقبض العضلة. في مجموعة أخرى من أسئلة علل. نكمل الفقرة الثالثة من السؤال الثاني اللي بيقول: تقل ظاهرة التضاعف الصبغي في الحيوان. نعرفين ان في الحيوان مطلوب تحديد للجنس، في مذكر في مؤنث، وعلشان يكون هناك تحديدا للجنس لازم يكون في توازن في عدد الصبغيات الجسدية وعدد الصبغيات الجنسية. فزيادة صبغي جسدي او زيادة صبغ جنسي أو نقص صبغ جنسي كلنا عارفين بتؤدي إلى حالات شاذة في تحديد الجنس، أو في بعض الحالات الأخرى زي حالة داون أو حالة كلينفلد. يبقى تحديد الجنس يتطلب أن يكون هناك توازن دقيق بين عدد الصبغيات الجسدية والجنسية لدى الكائن الحي. أما الكائنات الخنثى التي لا تحتاج إلى تحديد للجنس فده ما فيش مشكلة عندها أن يحدث فيها التضاعف الصبغي. 4، تلعب انزيمات الربط دورا هاما في ثبات المعلومات الوراثية التي يحملها الدي ان ايه. كلنا عارفين ان دور انزيمات الربط في الحفاظ على المعلومات الوراثية تكمن في وجود 20 انزيم او 20 نوع من انزيمات الربط. هذه الانزيمات تعمل على اصلاح عيوب الدي ان ايه، مستغلة في ذلك وجود دي ان ايه في صورة لولب مزدوج من شريطين، فيعمل كل شريط كقالب لإصلاح عيوب الشريط الذي يتكامل معه، وبذلك تعمل إنزيمات الربط على الحفاظ على المعلومات الوراثية التي يحملها الدي إن إيه في صورة تتابعات من القواعد النيتروجينية. السؤال الأخير في الفقرة الأولى بيقول: لا يعتبر التبرم في الخميرة انشطارا ثنائيا. بالطبع، لأن التبرم في الخميرة انقسام غير متساوي للخلايا، فتنتج خلية كبيرة وأخرى صغيرة،
وأيضا الفرض الأبوي لا يتلاشى بالانقسام، ده أهم ما يميز التبرعم. أما إذا كان انشطارا ثنائيا فانقسام الخلايا بيكون انقسام متساوي والفرض الأبوي بيتلاشى بالانقسام. لذا التبرعم في فطر الخميرة ليس انشطارا ثنائيا، لأنه الانقسام في انقسام غير متساوي، بالإضافة أن الفرض الأبوي يظل موجودا، هذا بالإضافة أنه يمكنها أن تكرر انقسام مكونة ما يعرف باسم المستعمرة. عندنا زي السؤال الأولاني برضو في مسألة، وما يهمناش عدد المسائل كتير ولا قليل، ده بالعكس المسألة بتكون أقل مجهود في حلها. تعال نشوف مع بعض إزاي نقدر نحل هذه المسألة. المسألة بتقول نقراها الأول: حدث تهجين بين نباتين بسلة الزهور، كل منهما أبيض الأزهار، فظهرت أزهار بيضاء وأزهار بنفسجية بنسبة 3:1، بس كلاهما أبيض الأزهار. أما أجي أشتغل بقول هذا النمط اسمه إيه؟ هذا النمط اسمه جينات، اسمه جينات متكاملة. يبقى اللي عرفني ان هي جينات متكاملة. المثال بتاعها بيقول بسلة الزهور، وانتوا عارفين تملي ان بسلة الزهور مثال للجينات الايه؟ للجينات المتكاملة. تعال نشوف ازهار بيضاء مع ازهار بيضاء. لو قلت هنا ايه كابتل اسمول بي كابتل، بي كابتل، يبقى هنا اسمول اسمول بي كابتل بي سمول. ليه اخترت كده؟ اخترت هنا طبعا دي بنفسجي، اسف هنصلحها هنخليها ابيض. الابيض هنا اي كابتل اسمول بي سمول بي سمول. انا عايز في المسألة أن يتواجد جي اي كابتل، جين الاي كابتل في فرد وجين البي كابتل في الفرد المقابل له علشان تديني اللون البنفسجي. تعال نكمل الحل. اي كابتل بي سمول اي سمول بي سمول، اي كابتل هنا واي سمول هنا، بي سمول هنا وبي سمول هنا. هنا نفس القصة في توزيعة الأمشاج، اي سمول بي كابتل اي سمول بي سمول. إذا كانت دي تشير لعلامة التزاوج، وحرف البي ده معناه الآباء، وده الجي معناه الأبناء الجميد الأمشاج، لو اتحد ده مع ده هيديني A كابتل A سمول B كابتل B سمول. توافر جين الـ A مع جين الـ B، عشان كده دي أزهار بنفسجية. لكن لو اتحد ده مع ده A كابتل اسمول بسمول بسمول، ده ابيض، ده مع ده اسمول اسمول بي كابتل بسمول ابيض، ده مع ده اسمول اسمول بسمول بسمول ابيض. يبقى كل الازهار هنا ابيض، وتصبح النسبة 3 ابيض الى 1 بنفسجي. واضح ان المسألة سهلة، فيها نمط واحد من الوراثة اسمه جينات متكاملة، وانتوا عارفين طريقة الحل سهل. نرجع تاني نشوف السؤال وتكملته في الفقرة 2، بيقول وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات البويضة الناضجة في نبات زهري. أنا عايز بس البويضة الناضجة. لو أنا رسمت البويضة الناضجة هفترض إن دي البويضة، والبويضة بيكون حواليها غلافين، حواليها كده، والغلافين بيبقى لهم حبل سري، وفي فتحة زي ما احنا شايفينها كده اسمها النقيق. يبقى طب توزيع الكيس الجنيني جوه، بعمل ده يمثل كيس جنيني، جوه الكيس الجنيني مجموعة من الخلايا، في المنتصف نواتين الكيس الجنيني، أمام النقير في البيضة، وعلى يمينها وشمالها في خليتين مساعدتين. طبعا دي
خلايا، والجهة الثانية في ثلاث خلايا بنسميهم ثلاث خلايا سماتية. مهم جدا ان انا ابقى عارف ان الغذاء اللي موجود ده بيسموه النيوسيلا، اللي هو موجود حوالين الكيس الجنين. بنفس الطريقة الرسم لوحده ما باخدش عليه غير اقل الدرجات، يبقى لازم اكتب البيانات. مهم جدا ان انا اكتب ده اسمه حبل سري، الفتحة دي بسميها نقير، وبعدين النواة دي او الخلية اللي في النص دي اسمها بيضة، واللي على يمينها وشمالها اسمها خلية مساعدة، عندي خليتين مساعدتين، وبعدين النواتين دول اسمهم نواة الكيس الجنيني، وبعدين التلاتة دول تلات خلايا اسمهم خلايا سماتية. الأغلفة دولت أغلفة البويضة، لكن ده مبيض، وعندي ده نيوسيلا اللي هو الغذاء الموجود ما بين البويضة وما بين الكيس الجنيني. طبعا ديت هي بويضة، والغشاء اللي جوه ده انا بسميه كيس جنيني. صحيح ممكن تبقى البيانات عددها كبير، لكن على الاقل بنكتب عدد مناسب من البيانات. يبقى الرسم مهم جدا، دقة الرسم مطلوبة، جودة الرسم والوقت الطويل مش مطلوب ان انا اقعد اضيع وقت في الرسم. ده كان السؤال الثاني.